وسط ناطحات السحاب في هونغ كونغ يكمن متجر صغير هو حلم كل طفل. مئات الألعاب من جميع الأشكال والأحجام تتنافس على الرفوف. من بين المقتنيات هناك ألعاب مكسورة أرسلها صاحبها لإصلاحها. الناس يسمونني طبيب الألعاب لأنني صبور على إصلاح الألعاب، ومن العدل أن أرى ابتسامة الزبون عندما أعيد له لعبة قد أصلحتها، وهذه تكون بمثابة مكافأة لي. على مدى أكثر من عقد كان يعيد إصلاح الألعاب لحفظ الذكريات الجميلة. العديد من زبائنه عثروا عليه من خلال الإنترنت، ومهاراته مطلوبة عالمياً. لاحظوا أنني أقدم هذا النوع من الخدمات، أي إعادة إصلاح الألعاب، فيأتون بالألعاب من نيويورك وبانكوك وتورونتو ويطلبون مني أن أصلحها لهم. قبل انتقال معظم مصانع الألعاب من هونغ كونغ إلى الصين بحثاً عن يد عاملة رخيصة، معظم الألعاب كانت تصنع في الإقليم. ما زالت المدينة تلعب دوراً في الصناعة وتشرف على تصدير الألعاب بقيمة 20 مليار دولار، أي ربع تجارة العالم. الآن أصبحت الصين مركزاً للتصنيع بالنسبة لشركات ألعاب هونغ كونغ التي تلعب دوراً مهماً في التجارة العالمية لناحية المبيعات والتسويق ومبيعات المنتجات، إضافة إلى التصميم وحتى ابتكار الأفكار. فيما يواصل العمال الصينيون إنتاج ألعاب جديدة للأطفال حول العالم، يؤكد أمبروز لي أن الصناعة اليدوية للألعاب تعمر لفترة أطول.